هو أحد أهم أعلام الواقع الثقافي المصري والعربي، تخصص في مجال الأدب الشعبي فأصبح أحد أهم رواد هذا العلم، تشهد له إسهاماته فيه بالريادة والتميز الفكري والبحثي. لم يتخلى يوماً عن دوره الأكاديمي، ويقدس إلى أبعد درجة رسالته العلمية التي ينقلها للأجيال الجديدة بمحبة وصدق خالصين. إنه أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، المبدع والأكاديمي، حارس الثقافة الشعبية، دكتور صلاح الراوي. صلاح حسين الراوي عبد الجواد غزالي، من مواليد 3 يناير عام 1946 بمحافظة قنا، أستاذ ورئيس قسم الأدب الشعبي ومدير مركز دراسات الفنون الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. عمل في مهنة عامل بمشروع السد العالي بأسوان في الفترة من 1960 إلى 1970. أكمل تعليمه الثانوي خلال فترة عمله بالسد العالي، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، وحصل على ليسانس الأدب العربي عام 1972 بتقدير جيد جداً. عمل محرراً بجريدة الجمهورية في الفترة من 1977 إلى 1980. عمل باحثاً بمركز دراسات الفنون الشعبية في الفترة من 1980 إلى 1989، ثم عين رئيساً لقسم التصنيف والأرشفة العلمية. حصل على درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز عن أطروحة بعنوان الجوانب الفلكلورية في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. انتدب لتدريس مادتي علم الفلكلور والأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية عام 1983. حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى عن أطروحة بعنوان الحيوان في الشعر البدوي في مصر. انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالي للفنون الشعبية عام 1988. عين في وظيفة مدرس الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون عام 1989. يقوم بتدريس مواد الأدب الشعبي، علم الفلكلور، سوسيولوجيا الفلكلور، علم التصنيف والأرشفة، البحث الميداني وأدواته، علم تشكيل الحكاية الخرافية، الأساطير بمعاهد الفنون الشعبية، الفنون المسرحية، الموسيقى العربية، السينما، الباليه. يقوم بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. قام بالتدريس بمركز إعداد الرواد الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة. عين عضواً بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 1984 إلى 1990. كما عين عضواً بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة في الفترة من 1985 إلى 1991. انتدب بالإضافة إلى عمله بأكاديمية الفنون لشغل الوظائف الآتية بالهيئة العامة لقصور الثقافة في فترة التسعينيات، حيث عين مديراً عاماً للإدارة العامة للفنون الشعبية، ومشرفاً عاماً على مشروع أطلس الفلكلور المصري، ومشرفاً عاماً على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حلايب شلاتين وأبو رماد. إنه أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، المبدع والأكاديمي، حارس الثقافة الشعبية، دكتور صلاح الراوي. لم يكن ما وصل له دكتور صلاح الراوي من ثراء فكري وإنساني وعلمي إلا حصاد لسنوات طويلة من العمل والكفاح، وإيمان كامل بأنه بالإرادة والإصرار والعلم فقط يمكن للإنسان أن يصل لهدفه في الحياة. دكتور صلاح، خلينا نبدأ يعني من فترة مع البدايات لحضرتك، وبالتأكيد نشأة أي إنسان فينا بتؤثر في تشكيل شخصيته بشكل كبير. مرحلة الطفولة وتواجد حضرتك في إنا
وأسوان بعد كده، هل أثروا في تشكيل شخصية دكتور صلاح الراوي؟ بالتأكيد كأي طفل موجود مولود في صعيد مصر لازم هيبقى الطبيعة الخشنة دي منعكسة لتكوين شخصيته. فترة قنا أنا لا أعرف عنها شيء كثيرا لأني رحلنا إلى أسوان في سن مبكرة جدا، يعني سنة وشوية مثلا، فما فيش إدراك، حتى الحكايات عنها حكايات محدودة. ولدت في مدينة إسنا لأب يعمل في قناطر إسنا، تعرض لحريق فسافر إلى أسوان ليعمل في عمل آخر وهو أنه يعمل عمل حراسة. القرية اللي نشأت فيها في جنوب أسوان قرية بتجمع بين خشونة الطبيعة وطيبة الناس إلى حد يدخلها في الخشونة مرة أخرى. تعلمت في مدرسة الابتدائية البسيطة جدا في هذه القرية، ثم في مدرستها الإعدادية أيضا، وهي في منطقة أبعد شوية من القرية، في منطقة ملتصقة بخزان أسوان حيث هدير الماء بقى شديد جدا جدا اللي بيولد كهرباء، ولكن قريتنا لا تذوق الكهرباء، يعني ليس فيها كهرباء إلا بعد السد العالي وفترة كمان متأخرة. يعني هذا أني تعلمت على لمبة جاز. تمام، كويس. كل ده صنع تكوين خاص في شخصية في الفترة دي ما هيش ملتفتة هي هتبقى ايه، خاصة ان انا الطفل الوحيد في الأسرة الذي تعلم. هل حضرتك كنت هدفك ان التعليم او انك تكون معلم؟ لان حضرتك بعد كده التحقت بمعهد المعلمين العام رغم عدم يعني استكمال الدراسة فيه، لكن كان هدفك تكون معلم في هذه الفترة؟ أنا لا أصلح إلا معلما، يعني بعشق التدريس، وإذا حد عايز يقتلني يبعدني عن التدريس، وطبعا ما حدش يقدر إلا الرحيل النهائي، لأن وجودك مع الناس وبتعلم وعندك رسالة. الإدراك قديم في أن أنا أحب أعمل بالتعليم، وفي مهنتين أحب أعمل فيهم، التعليم والمحاماة. ما يعني خلاص غيرت كمان موقفي وأصبحت بشتغل بالتدريس. مؤلم جدا أني ما كملش التعليم الأولي، يعني التعليم في المعهد المعلمين العام لم أكمل، وده سبب لي جرح لأني خرجت من ده على العمل في السد العالي. تمام. ودايما أذكر أني كنت بحزن جدا وأنا بشوف زملائي جايين يتدربوا التدريب العملي مسكين كشكلهم أثناء العمل العمل. ثم في ظل هذا الجو اتخذت قراري أن أكون أستاذا في الجامعة. حضرتك عملت في السد العالي في مرحلة مهمة جدا. نعم. من إنشاء السد، من تاريخ مصر، من أهمية السد العالي بالنسبة للمصريين. نعم. 10 سنوات من 1960 ل 1970، هذه المرحلة ذكرياتك عنها إيه؟ لأنها مرحلة مهمة جدا، وكيف أثرت أيضا في شخصية حضرتك؟ أنا دائما مغرم في تجربة حياتي كلها بمزيج الجرح الحلم. الجرح الحلم، الحلم. انه كونك انت سبت التعليم وبتشتغل في عاملا، ده بالتاكيد جرح، انك انت مشروعك توقف او ما ظننت وقتها مشروعك او حلمك. لما بيمتزج جرح في اي مناسبه حتى في الاوطان، اذا امتزج الجرح بالحلم على واحد من هذين ان ينتصر، ما ينفعش يمشوا برا كده مع بعض او مزيج متهيئ. أعتقد أني كمان بعد فترة من العمل في السد العالي وبتشوف الأمور بتجري قدامك، والسد العالي مشروع ضخم جدا يصغر أمامه أي حد أي حد. وأنا رأيت عبد الناصر ورحمة الله عليه وتيتو وخروشوف في ميدان في العمل وهم صغار بالنسبة لهذا المبنى الضخم. هذه التجربة تعلم أيضا بالنسبة للصبي في هذه السن يرى الأشياء بشكل كويس ويقدر يوزن، يعني إيه مشروع ضخم مخيف زي ده، وده عبد الناصر وخروشوف وتيتو، يعني مجموعة من الرؤساء حاضرين بيحاولوا بيفتحوا مجرى النهر وكده، ويبقوا بالقياس لهذا المشروع الضخم يعني صغار
صغار مش في القدر ولا في القيمة حاشا لله، لكن صغار إن الإنسان في النهاية صغار قدام العمل الجمعي. تمام. أنا حوله دلوقتي كلام مترتب لما كبرت وبقيت مثقف يعني، لكن حسيته في سن الطفولة تظل الصورة ثابتة حتى الآن إنه هذا مشروع كل يوم يتغير، كل يوم بروح الموقع نجد فيه حاجات اتشالت واتفتحت وجبل اتشال وبقى مكانه ناس بيشتغل. يعني أعتقد إن المعاناة ومن رحم المعاناة كانت بتولد عند حضرتك الفكرة والطموح والإصرار على تحقيق هدف في المستقبل. يمكن تشكل في الفترة دي الإنسان المشاغب في ظل الطبيعة الشديدة جدا دي، واشتغلت بعد مهنة عام دي اكتشفوا ربما الناس إن حد عنده وعي بعض الأشياء، فاشتغلت موظف شؤون عاملين. ما زلت حتى الآن وأنا بأدير مهام في الدولة أمارس الخبرات نفسها التي تعلمتها، يعني صعب إن في موظف يضحك عليها أو يخدعني. يعني كم من المعلومات والخبرات أقوله له وأعلمه كمان للناس، يعني ما هتخضني أنت باستمارة 6 عنحاها واستمارة 12 عنحاها، لا يا حبيبي دول بيتذكروا حتى لو ما فيش خبرة. فالصبي المشاغب الإنسان المشاغب ده في هذا الجو هو اللي مسكك أول الخيط، يعني في التجربة خشنة جدا وعمل مخزون عند حضرتك. يعني أعتقد ذاكرة بتستدعيه. نعم. في كل المواقف زي ما حضرتك تفضلت. نعم. وذكرت دلوقتي مش هننسى شهداء زملائنا الشهداء اللي استشهدوا في مواقع العمل، اللي فقد عينه، اللي فقد حياته كلها، اللي ترملت زوجته، وعندنا شهداء في السد العالي من كل بقاع مصر بل من أماكن كثيرة في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، شهداء رفاق عمل ورفاق عرق ورفاق استشهاد ورفاق تعلم ورفاق محاولة لقهر هذا النهر المتدفق الشديد جدا لازم نسيطر عليه. دي قدرة المصري طول عمره أنه يسيطر على مظاهر الطبيعة اللي بتتحدى ويتدخل في مجراها، ويعني عملنا أول حضارة. صحيح. أقدم حضارة يعني. صحيح. أخضعنا هذا اللي أعتقد أني خلافة الإنسان على الأرض بتعني أنه بسلمه الكون كله غفل ومادة خام وبيحاول يسيطر عليها ويعيد تشكيلها من جديد ويخضعها، لأن دي تجربة الإنسانية إخضاع الطبيعة لإرادة الإنسان. صحيح. لرفاهيته لمصلحته. لم يكن اختياره لمجال الأدب الشعبي وتميزه فيه سوى انعكاس طبيعي لتأثره بكل التفاصيل الحياتية التي عاشها في مرحلة مبكرة من حياته، ومع زيادة اهتمامه بهذا المجال المهم أصبح من خلال ما قدمه من أبحاث وإسهامات رائداً للأدب الشعبي ومرجعية للكثيرين من المهتمين به. أستاذ الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، إزاي تم الالتحاق بكلية الأداب جامعة القاهرة؟ سنة 65 اتخذت قراراً صارماً أني 65 أنا طالب في سنة أولى ثانوي، يليها السنة التالية هبقى طالب في تانية تالتة ثانوي في سنة كذا هدخل كلية الحقوق أو الأداب عشان أكون أمين، وقرأت كم ضخم من كتب القانون اللي اصبح دلوقتي احد ادواتي في التعامل مع القضايا، ان انا يعني محترف ادراك قانوني ما بيتعارضش مع كوني استاذ للادب الشعبي ومع كوني شاعر، لاني بحقق مع موظفين وبحقق مع اعضاء التدريس وبقدر اجري تحقيق دقيق جدا جدا جدا، ولو رحت التحقيق بعرف ارد. القرار بان انا رايح كليه الاداب، و التقيت وانا بفكر روح هو الاداب، التقيت بسكرتير عام كليه الاداب حد اسمه سامي، ارجو ان يكون في الحياه بناديله صحه ويرحمه ان كان قد توفي، فناداني باي معنى تعالى. رحت قال لي انت تخش اداب؟ تقول اخش. قال لي ادخل اداب، انا اراك وانت تجلس في مكتب عميد كليه الاداب، كانه القاها في وجدان وفي مشاعر حد جاي يتعلم في القاهرة المخيفة في ذلك الوقت. استقبلتها ازاي؟ بنصف رعشة، لاني بستقبل حاجات كتير في حياتي بنصف رعشة، اذا استقبلت برعشة كاملة
افشل، فانا دايما عندي النصف رعشه دي في المواقف الحديه تحسبا، اعمل رعشه قليله كده عشان اصحى بس. فاكملت، كنت دائما كل سنه بانجح فيها بروح ازوره في مكتبه واقبل راسه كده. هل نقدر نقول ان يعني هذا الخط اللي حضرتك بدات بيه كليه الاداب كنت بتضع فيه نفسك كاستاذ في كليه الاداب وتترقى بعد ذلك، يعني وضعت هيئه التدريس هدف لحضرتك منذ بدايه الالتحاق؟ وانا في اولى ثانوي سنه 65 هناك قرار اتخذته ان اكون استاذا في الجامعه، وقلت لنفسي ونقط على السطر عملت ده. شكرا لله الحمد لله وشكرا لكل حد اسهم في ده. هل ده كنت حضرتك بتراه مختلف عن التميز العلمي؟ لا، في وصولك على التميز العلمي في الفتره دي انا قريت الفتره اللي هي بين ترك الدراسه في المعهد المعلمين وبين الالتحاق بالدراسه في عده سنوات من 60 ل 65 قريت شريعه وقريت فقه وقريت شعر وقريت منطق وقريت قانون، قريت حاجات كتير جدا 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 في الفتره دي، فاصبح في مخزون معرفي لكن هو مشتت ومش منتظم. قلت ده مع نفسي بامانه، قد يكون بعض الكلام الان هو الكلام المترتب بتاع حد يعني اكاديمي وبتاع، لا هو دي المشاعر بنقلها زي ما هي، انه لا ده عايز يتحط في ترتيب. اللي يعمل هذا الترتيب هو الدراسه المنتظمه. ده بتنضج مع ده، لقيت من اساتذتي في المرحله الثانويه اعجاب شديد وتشجيع شديد، وده طبطب على الروح وعلى القلب، طبطب على الجسد المنهك، حركه العمل وحركه الاقامه في قريه والانتقال للمدرسه كل يوم، وتحط في جدول يومك انك رايح السد العالي الصبح فعندك نص ساعه المشوار بتاع الاتوبيس فده محطوط عشان تذاكر فيه درس كذا، انت واقف منتظر الاتوبيس، انت محدد 10 كلمات في اللغه الانجليزيه او الفرنسيه هتحفظهم، وكانه ما فيش زمن عندك غير زمنك ده، زمن انك انت تتعلم عشان تبقى بعد كده معلم. يعني ما قصه اني اخد ثانويه عامه واحسن وضعي واتجوز وارجع اخر النهار شايل بطيخه وحسن الكلام، يعني المشروع كان مشروع اكبر، وبتكتشف بقى خلال ده ذاتك. مطلوب كمان بقول ابناء الشباب اكتشف ذاتك في مهم ده قوي كرة، لان هي دي ده ذاكرتك وده الحلم اللي انت هتحققه وتحافظ عليه واللي تهزم بيه اي جرح بيعترضك في الحياه، لان الحياه مليانه جراح، يعني فقد مستمر كل يوم واحد بيفقد حاجات منه. بالفعل حضرتك استكملت الدراسات العليا بعد ذلك من ماجستير ودكتوراه، وطروحة الدكتوراه كانت عن الحيوان في الشعر البدوي في مصر. نعم. اخترت الزاوية للبحث ليه؟ هو أنا هقول طبعا لحضرتك المشاهدين الكرام أنا باحث شقي جدا، شقي عفريت. مطلوب في الباحث انه يكون في الصفه دي، ما يعني ما انتش رايح تجمع كده حاجات وخلاص. رتبت الامر في مع نفسي في مرحله الماجستير اني، وده عملته كمان في مرحله الليسانس، اني اشتغلت على الدميري كتاب حيوان للدميري في مرحله الليسانس، بحثي في الليسانس عن الدميري. وده استوقف استاذتي الجليله رحمه الله عليها الدكتور نبيله ابراهيم في باحث راح اشتغل في موضوع جديد جدا، مشروع مطروح كان لكن انا رحت اشتغلت فيه بجرب، ثم سجلت رساله الماجستير في نفس الكتاب كمشروع. قعدت 7 سنوات لان الحقيقه مش منشغله اخلص ماجستير امتى ودكتوراه امتى، وسنتين واقلب والحاجات اللي من هذا القبيل عشان ابقى مدرس ثم استاذا مساعدا ثم استاذا، ابتدي افكر امتى هبقى وزير وامتى هبقى ما اعرفش الحاجات، لا مشروع تاني عارفه بعمل ايه، بشتغل عشان اتعلم كمان. اشتغلت مع الدميري وتعلمت من الدميري اشياء لا حصر لها، فهو واحد من اساتذتي رحمه الله عليه وراضي عنه، ومات 808 هجريه، ولم اكتب حرفا عن الدميري الا عندما مشيت في شوارع القاهره ورايت الدميري بيخرج لي من الشوارع الضيقه دي، عنده ضريح وعنده مسجد في
منطقة الحسينية، مش هكتب كلمة عنه إلا لما ألاقيه خارج لي من الشارع هذا الترزي البسيط في العصر المملوكي اللي قاعد ترزي وبيبقى أستاذ بعد كده في الأزهر، وكأنه سمية وقدوتي، كأنه قدوتي ومعلمي، والمثل اللي احتزيت به إنه هو بادئ حياته برضه بسيطة ثم أصبح أستاذا في الأزهر في جامعة الأزهر ثم أصبح أستاذا في مكة وشاعر وناقد وحاجات كثيرة جدا ونحوي وفقيه، وشيء وحيد ما تولهوش هو القضاء. في الفترة دي يقال فلان لم يتولى القضاء، كأنه مدح له إنه لم يتولى القضاء، غير حد زي ابن خلدون يعني حفي عشان يبقى قاضي، ودي حكاية طويلة. فتعلمت من الدميري، وكمان قاربت تجربة الحيوان. لما جيت في الدكتوراه اخترت لا انا مش هستمر في هذا المشوار، اولا في الماجستير مش هجري اخد الاغنيه الشعبيه واجري على شويه مويل، ليس عارا هذا، لكن هو يغربني عن التراث العربي اللي انا تخصصت فيه. فانا عايز بالتعبير المصري اتودك في جزء التراث وما اقتربش. طيب في الدكتوراه اشتغلت في العمل الميداني، واخترت منطقه بعيده وجديده وغير مطروقه للباحثين عشان يبقى عندنا كادر اسمه صلاح متخصص في الشعر البدوي، يبقى عارف هو في باحث مركز الفنون الشعبيه لما يشوف الدفاتر ويسمع الاشرطه ما يقولش دي بلغه غريبه زي ما انا شفت. فكان لي المدرسه الثانيه هي بدو مطروح، يبقى المدرسه الاولى سد العالي، المدرسه الثانيه الدميري، بالضروره المدرسه كمان المهمه جامعه القاهره وقسم أكيد. اللغه العربيه بعبد العزيز الاهواني وعبد المنعم كريمه وابو محسن طه بدر والقامات الكبيره التي كنا نقف امام مدرج 18 حتى يمر الاهواني فتنحني ارواحنا للاهواني، ونقف نرى شموخ عبد محسن طه بدر وبسطته، ونرى شهاقه عبد المنعم كريمه ورفعه راسه دي، ونقف نتامل هذه النماذج و تبقى قدوتنا واحنا واقفين بندرس في ثانوي او واقفين بندرس في الجامعه. هذه النماذج امامنا كيف كانت تتصرف وكيف كنا نجلها ونحترمها. المدرسه الثالثه هي اولاد علي السعادي، اولاد علي في منطقه مطروح. الشعر البدوي بعد دراسة حضرتك ليه ايه اللي اكتسبته منه وشايفه توصيفه ايه بعد اعداد الدكتوراه؟ طيب لو ان اساتذتنا الاجلاء ومنهم الدكتور شوقي ضيف درسنا على يده الشعر القديم، درسنا على زملاء الافاضل رحمه الله عليهم الشعر الاموي والعباسي الى اخره، لو انهم امضوا بعض الوقت في منطقة مطروح أو منطقة سيناء أو منطقة حلايب وتعرفوا على القبائل لدرسوا لنا أعظم مما قدموا، وكان درسهم عظيما والحمد لله. إنك تتعرف على شعر القبيلة الذي كنت تقرأ عنه في صحيح. كتب شوقي ضيف وكتب رحمة الله عليه وكتب غيره من الدارسين، هو ده الشعر بقى، شعر القبيلة اللي القبيلة بتحتفل بيه، واللي لما يهرجوا حد يتخض، ولما يمدح حد يبقى سعيد، ولما يرسي حد الناس تبكي معاه، ويعني ايه ازاي قاعد في الخيمه وازاي بيروح يشوف الفتاه اللي بترعى الاغنام وقبيلها عند البئر ويعمل جلاسه معاها ويحبها وتحبه والقبيله تعتمد هذا او ترفضه او كده، اخلاقيات الحياه القبليه تعلمتها في منطقه مطروح اكثر مما تعلمتها في الجامعه. قعدت قراءه التراث العربي القديم وفق الصورة اللي أنا عشتها، لأن المسألة زي ما هي كأن الزمن لم يجري، نفس العادات ونفس التقاليد وقيمة الشعر ودوره الاجتماعي إلى آخره إلى آخره. قلت هذا وأنه لو زملائنا في كليات الأداب راحوا قعدوا فترة وتعاملوا مع الناس هيدرس أفضل مما يدرس من كتب قديمة ويرجع لشنتمري ومين في المعلقات إلى آخره إلى آخره والتاريخ. طيب اللي تعلمته أيضا من تجربة العمل الميداني في مطروح أن هناك مركز لهذا الوطن وهناك أطراف، وأن الأطراف تحمل القيمة الكبيرة التي تساوي المركز، وينبغي أن المركز يلتفت لهذا. إحنا مش رايحين نجمع رمل أو تمر من الميدان، إحنا رايحين نعرف أهلنا كويس، نفس التجربة اللي في حلايب أنك أنت باحث ليك دور، يعني ما تجري يا عم تلم شوية ناس وتقعد تبوس ايدين الرعاة الاغنام ويا عمنا ويا شيخنا ويا ايه، وبعد ما تخلص الورقة العلمية بتاعتك انت ما تعرفش الناس دول عنهم ايه،
هذا ده سلوك انتهازي غير مقبول، لانه في اخلاقيات البحث العلمي. تمام. احنا مش رايح انا ادرس طب المناطق الحاره او امراض الحشرات الى اخره، رايح ادرس بشر هم اهلي، بعضهم حارب جنبي اكيد في الحرب وبعضهم زميلي وبعضهم بيقود الى اخره، فانا رايح اجمع ماده ثقافيه من بشر هم ابناء لحمتي وابناء عمومتي وكده، فلازم احترم ده وارعاه في اني انا ما خدتش رساله الدكتوراه بتاعتي واجري. فانا حتى الان اهلنا في مطروح هم اهلي وانا ابنهم، ولما على تواصل بشكل مستمر ولا يمكن اخون هذه التجربه على الاطلاق. نفس الامر مع اخواتنا في مثلث حلايب شلاتين ابو رمي. اللي تعلمته ايضا من التجربه دي هو انه فضك بقى يا مثقفين يا نخبه من حكايه انه الابداع الشعبي ابداع بسيط. صحيح الابداع الشعبي ابداع تلقائي، وهذه الاكاذيب التي رسختها النخبه بلا مبرر لجهاله النخبه، لا هو مركب ومعقد جدا وبيبدع. ويا حبيبي هو مبدع مش تلقائي الا بتلقائيه المتنبي وصلاح عبد الصبور وصلاح الراوي وسيد حجاب وفؤاد حداد، اذا دول تلقائيين هو تلقائي زيهم. جابر ابو حسين تلقائي تلقائي بس زي مين؟ زي هوميروس تلقائي، اذا فيهم حد بيرسم تلقائي زي بيكاسو. يعني ايه التلقائيه دي؟ يعني الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه. واي شاعر بيحمل لي ورقه اتحاد الكتاب هو الشاعر اللي مش تلقائي والكاتب اللي مش تلقائي والكاتب المنظم. طب ما يا سيدي الفاضل في هي يعني الفيت ابن مالك دي شعر محطوط على المازوره بالظبط، يعني تفعيلات وكل، بس دي شعر، لا دي مش شعر، ده نظم بريء بليد وبارد جدا جدا زي منظومات المكاييل والموازين وعلم المنطق اللي معموله عشان الولاد في الازهر يحفظوا. بس ده مبدع مبدع رفيع الشان، شانه شان اي مبدع في الايه في العالم. ده كمان علم اخر انت تعلمته. صحيح. لانه كمان عايز اقول بدون ان اطيل يعني انه مشكله عند الباحث الشاعر انه بيذهب في الميدان فيسرقه الشعر الجماعه، عليه بانه يفصل نفسه في اللحظه ويشتغل العالم. تعمل المعادله دي ازاي؟ كانها عوده الى الجرح الحلم. هنا بقى الشاعر العالم كيف تجمع بينهما؟ بين الاثنين معضله. حضرتك قمت بعمل الماجستير والدكتوراه واشرفت على العديد من الرسائل العلميه ايضا. نعم. لباحثين اخرين. نعم. هل الشعر البدوي تم التناول الخاص به من كل الزوايا ام ان هناك زوايا لا زالت موجوده في يعني بحر الشعر البدوي وتحتاج الى عمليه بحثيه مستمره؟ جاء باحث تالي هو صديقنا واخونا وابننا حمد شعيب. هو من ابناء مطروح، شغل مواقع كمان انه مدير عام الثقافه هناك وحد جاد جدا وحضر مؤتمرات كثيره. جاء لاشرف عليه في رسالته. وانا حقيقه في قاعده يعني لا اخجل منها، انا صعب فيني بقبل طلاب اشرف عليهم. يعني انا لست من الفريق الذي ملح هو على انه ده يشرف، انا اشرف على فلان وعلى فلان. طيب لا، انت لازم في مجهود تبذله علشان انا اقبل ان اشرف عليك. هذا الشاب المجتهد قلت له انا عشان اشرف عليك هناك شرط واحد، هو انك انت تاخد رساله الدكتوراه بتاعتي وتقعد في مطروح وتكتب لي تقرير نقدي عن العيوب والنقائص اللي في رسالتي. ازاي يعني زي ما بقول لك هتعمل ده؟ مفيش مفر يعني. ليه؟ لانك انت بدوي بتحلم بالبدوي، انا مش بحلم بالبدوي زيك. انت عارف روح اللغه عندكم، انا مش عارفها قدك. كمان انا عندي ميزه ان انا بندهش للاشياء، انت ما عندكش هذه الميزه، فعليا عايز اشوف انت هتندهش ولا ما تندهش، يعني الميدان ما يسرقكش. واخد الرساله وقعد مع الكبار السن هناك ورجع قال لي الناس بيقولوا يعني طب ايه اللي هو ما عملوش يعني ده عرف ده كله ده؟ قلت له لا انا باحث بجمع، يعني لابد هيبقى عندي جماع اراء الناس دي كلها، يعني انا عال عليهم وابنهم وهم اساتذتي اللي قالوا لي الحاجات دي، بس انا جمعتها في مكان واحد بس انا منتظر تقول لي ايه الملاحظات التي لك. وسجل رسالة عن الشعر، كيف نستخدم الشعر البدوي، كيف لعب الشعر البدوي دورا في التاريخ.
والله يا أستاذة يعني وإحنا بنعمل السيمينار عشان نقشه والله اندهشت يعني. وفي أساتذة محتاجين أقول لهم خلي بالك في همزة بنقول التاريخ مش التاريخ، التاريخ كيف استخدم، لأنه تجربة مركز الجهاد الليبي عشان يسجلوا تاريخ ليبيا كان أحد مصادرهم الأساسية الأولى هو الشعر المتداول عشان يعرف تاريخ القبائل عن تاريخ النضال اللي عملوه. صحيح. الشعر اللي اتقال في عمر المختار رضوان الله عليه ورحمه الله، الاعتقالات اللي عملوها الإيطاليين، المصادر هي النصوص الشعر، ما عندوش نص مكتوب. يعني تحرك في ظروف لم يكمل رسالته لأسباب تخصه، وجاءت ظروف كثيرة في مصر عطلت عمله، أرجو أنه نستكمله لأنه هو باحث جاد. ما نقدرش نقول الشعر الشعبي في حد مثلا عمل الشعر الشعبي في جبل الأخضر، في حد عمل الشعر الشعبي في منطقة الفيوم، حد عمل الشعر الشعبي في منطقة الواحات البحرية. دي تجارب بناخد أطروحات، بس هي محل تقييم في التاريخ العلمي العام، في محل تقييم لأن في رسائل عمدة وفي رسائل مشايخ غفر وفي مشايخ غفر رسائل في غفر. رغم ما يعنيه اسم الدكتور صلاح الراوي في الوسط الثقافي المصري والعربي كأحد أهم العلماء المتخصصين في هذا المجال بالغ الأهمية وهو مجال الثقافة الشعبية، إلا أن قيمته تتجاوز الدارس والباحث والأستاذ لتصل إلى المبدع في مجال الشعر والرواية أيضا. أستاذ الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، حضرتك لك العديد من الدواوين. بعدين بعدين ده ديوان شعري واحد بالعامية حضرتك أصدرته بالفعل، وهناك ما يقرب من 6 دواوين أخرى تنتظر النشر. هل المبدع والقائم بالعملية الشعرية أو الشاعر اختفى في ظل الاهتمام بالنواحي البحثية والأكاديمية؟ أي لما بيحاول يختفي بعمله مطاردات يعني. هو طبيعي طبعا لازم، كمان لأني عندي نشاط إداري كتير جدا، شغلت مواقع كثيرة إداريا وما زلت أشغل بعضها، منشغل بالعمل العام السياسي والفكري وما يجري في بلدي وطني بين أهلي، كمان بشتغل بالعلم. وبعتقد ان انا عقل صارم في مساله العلم، عقل جدي، عقل بيبحث عن القوانين، مش بينصر الظواهر، ينقل ادرس نماذج من المويل، انا عايز اعرف القوانين القاره وراء هذه الظواهر، لاني كمان عقل تصنيف، لاني رسالتي في الماجستير في التصنيف. وعشان تبقى عالم كويس احنا بنزن ساعات العالم مدى ادراكه لامرين، بيعرف منطق كويس يبقى بيعرف الفلسفه، يعني لان احنا بتوع فلسفة علم. الأمر الثاني أنه عنده عقل تصنيفي، مش هيبقى عنده عقل تصنيفي إذا كان عقل منطقي في الأساس، عقل فيه صرامة المنطق، اللي البعض بيرى المنطق الصوري الأرسطو، طب بس يعرفوا المنطق الصوري الأرسطو وهتبقى الدنيا كويسة يعني، لأن كل يوم احنا محتاجين المنطق في حياتنا اليومية. ولو الأمر بيدي الطلبة يدرسوا منطق في من ثالثة ابتدائي، يبتدي ياخد منطق، مش بس لما يخش كلية الفلسفة يعني قسم الفلسفة يبقى بيعرف منطق، لأنه بنعرف خريجي فلسفة ملوش علاقة بالمنطق. زي العقل المنطقي ده يشتغل بعد كده يكتب شعر أو يقول شعر ويألف رواية وكيت وكيت وكيت، برضو سنظل ماشيين في سكة زي ما قلنا الجرح الحلم، هنبقى الشاعر العالم، لازم الشاعر العالم يعني يبقى شاعر رومانتيكي اصلا ويتصادم مع كون العالم بقى التقليدي الكلاسيكي الصارم بتاع الحشرات. انا لم اجد في شاعريه حد زي ابراهيم ناجي طبعا. صاحب الاطلال طبعا، الطبيب صحيح، كمان الدكتور حسين فوزي عالم الموسيقى اللي بيقعد يحلل سيمفونيات وهو بتاعه هو طبيب عيون. تمام، يعني النماذج كثيره. بعتقد كمان في الطب يوسف ادريس يعني، تمام، ولما يعمل بقى العملية الكبرى وقصة له أو رواية له يشتغل وهو طبيب أصلاً عارف بيعمل إيه، يعني الأورطوب يعني الحاجات. بعض الطلاب سألوني يعني بعد المحاضرة من المحاضرات، يعني أنت الشاعر اللي احنا عارفينه، طب إيه الصرامة دي اللي في المحاضرة؟
فاخذتهم وخرجنا نتمشى في حديقة الأكاديمية وكشفت لهم عن الشاعر، يعني شاعر الطفل اللي بيهزر معهم وبيلعب ويقف قدام الأشياء، غير بقى العالم اللي كان في المحاضرة من شوية، لو الإبرة هتنزل في المدرج ما لازم ترن، ما بقاش فيه معه صوت. حضرتك صرحت انك لا ترغب ولا تستحق ان تكون شاعرا، لماذا هذا التصريح؟ وبالرغم من كده حضرتك كتبت الشعر. لا ارغب ولا استحق ان اكون شاعرا شعبيا. شعبيا، لا انا ولا اي حد اصلا على الاطلاق من الشعراء اللي درسوا في المدارس، لا حداد ولا الابنودي ولا صلاح الراوي ولا سيد حجاب ولا اي حد، ولا اي حد هو لا يستحق ولا يرغب المفروض، وما يقبلش ان يبقى شاعر شعبي. ليه يا فندم؟ لانه شاعر شعبي دي يعني في نظر النخبه سبه، يعني شاعر شعبي لو قال شاعر شعبي يعني الناس بتسمعني، لكن شاعر شعبي جابر ابو حسين يعني يعني تبقى جابر، تبقى شمندي متقال قناوي، يعني تبقى شعراء المواويل اللي في، تبقى شعراء الشعبيين اللي مسطروا عمال يشحت في الشوارع، يعني اذا ده نتاج المفهوم الثقافي المتعارف عليه في المجتمع. طبعاً. ليس الا يعني لا كمان في شيء ان هو ما عندوش امكانيات الشعر الشعبي، لانه موقفه من العالم مختلف عن موقف الشعر الشعبي من العالم، من الوجود. وبيرى الشعر الشعبي هو يبدع بالجماعه اولا وللجماعه ثانيا وعنها. شعراء اللي مش شعبيين قد يبدع عن الجماعة أن يعبر عن أحلامها بس ما بيبدعش بها، قد يبدع لها أن الناس تفهم لغته زي عبد الرحمن رحمة الله عليه الأبنودي أو زي سيد حجاب رحمة الله عليه أو غيرهم من شعراء، لأنه في شعراء كتير جدا، لكن الشاعر الشعبي هو الوحيد الذي يبدع بالجماعة أولا بكل مكوناتها الفكرية والاجتماعية والعقائدية العقدية، وبيبدع لها لأنها بتفهم لغته، وبيبدع عنها لأنه يبون عن مشاعرها وأحلامها. طب انا شاعر عاميه كنت اكتب عن الاساطير، لما اروح ندوات ناس ما تسمعنيش، واحد بصوت ما حدش بصوت، وانا شخص اشتراكي يعني كمان بقى عايز اعبر عن الناس ومستعد اتحاسب من اجلهم، بس انا مش بعبر بيهم، انا لا عبرت بيهم ولا عبرت لهم لان لغتي مختلفه عن لغتهم، لغايه ما عالجت ده بعد فتره. الابنودي بيعبر عن الجماعه في بعض شغله، يعبر عن احلامها عن طموحاتها عن أحزانها، الحداد بالضرورة بيعبر عن الجماعة ويتسجن من أجلها ويناضل وكل الحاجات، لكن هو مش بيعبر بيها، وقد يعبر عنها لها تما أن تسمعه تعرف شعره، مش كل شعر كمان حداد، لكن كل شعر الأبنودي ما عدا مجموعة داوين عبر فيها عن الأبنودي زي الفصول وصمت الجرس، عبر عن ذاته الفردة، لكن هو في كل الحالات لا، المحاولات لم في كل الحالات لم يعبر بالجماعة. نضرب مثال، لما جه قدم سيرة بني هلال استبعد الجن عشان الإذاعة مش عايزة يخلي الناس تتعلم الخرافة، لا يا حبيبي، الناس بتقول عن الجن مش حكاية بقى انه موجود في القرآن وفي الدين، الناس معتقدة فيه وبيستخدموه ضد العدو في سيرة بني هلال، انت لما تيجي تشيل الجزء ده لا من حقك ولا دورك، لكن ده الوصاية على رؤية الجماعة وهذا ليس من حق أحد. الشاعر الشعبي حاجة، والشاعر ومن 30 سنة قلنا بصباح الخير في مجلة صباح الخير، حداد ليس جاهين، ليسوا شعراء شعبيين، هم لا يريدوا ولا يستحقوا ان يكونوا شعراء شعبيين. عايز تبقى شاعر شعبي، عايز الوسام ده، عايز الميزه دي، يعني اشتغل شاعر شعبي. مش في امكانيات حد يشتغل. حضرتك بتحب تقرا لمين؟ انا؟ اهلي كثيرين يعني كثيرين بلا بلا مين بلا بلا الشعراء؟ من الشعراء يستوقفني حداد، هذا النموذج النيزكي المذهل المهول، وانا مش مع حكايه فلان خال الشعراء وفلان عم الشعراء وفلان ابو الشعراء، هذه مساله غير حقيقيه وغير موجوده، بتاع الشعراء كلهم شعراء، ولم استمع لاحد منهم لرايه في شعري على الاطلاق، لا حداد ولا الابنودي ولا اي حد، انا شاعر وانتم شعراء، نقول شعرنا للناس، وهي الناقد المتخصص هو بقى اللي يقول. ايضا سيد حجاب في مناطق من شعره مهم، محمد سيف في مناطق من شعره مهم، مصطفى الجرحي شاب واعد جدا جدا، كبر بقى ما عادش شاب، واول ديوان هننشره كنا ديوان مشترك بينا، حد بيقول يعني ازاي تنشر مع شاب؟ قلت له يا اخي انا والله بقى مرعوب من فتوه قصيدته، ده هو اللي يقول انا مش هنشر مع حد عجوز، زي ما كنتش عجوز زي دلوقتي، حتى دلوقتي مش عجوز برضه. الشعراء
مش بس في العامية بقى، في شعراء كبار في غير العامية، في حلمي سالم، في محمد آدم، في عفيف مطر، في شعراء يعني الأول لهم الآخر. وأنا أقرأ كل ما تنتجه المطابع في مجال الشعر، وفي الاقتصاد، وفي السياسة، وفي علم الاشتراكية، وفي الفلسفة، وفي